لزميلنا خليل هملو من دمشق. خليل، في الأوساط الرسمية السورية، يعني هل بدأ هناك أحاديث أو لغة جديدة أو تخوفات جديدة، خصوصا لما تتمتع به أيضا العلاقات السورية الإيرانية من قوة ومتانة؟ وربما كان حسين عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني السابق كان منسق كبير لهذه العلاقات. في الحقيقة عمر، بالنسبة للشارع السياسي السوري وأيضا على المستوى الرسمي السوري، هناك بالنسبة للعلاقات السورية الإيرانية هناك ارتياح لهذا الموضوع، باعتبار أن هذه العلاقات هي علاقات استراتيجية، لم تقتصر هذه العلاقات على أيام الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، بل تمتد إلى ثمانينيات القرن الماضي ومنذ تقريبا قيام الثورة الإسلامية، كما يقولون الثورة الإسلامية في إيران. إذن العلاقات هي استراتيجية، بنيت على مدى أكثر من 50 عاما. لكن بالنسبة للتطورات التي حصلت خلال 48 ساعة الماضية منذ سقوط مروحية الرئيس الإيراني ومقتله ومقتل وزير خارجية الذي كان يتمتع بعلاقات مميزة مع القيادة السورية، إن كان على مستوى الرئاسة السورية أو حتى على مستوى وزارة الخارجية وأيضا جميع المستويات في سوريا. الشارع السياسي في سوريا بالعموم، ولا أتحدث عن الشارع الرسمي، هم يترقبون خلال الساعات الماضية، لكن هذا الترقب هناك اطمئنان بالنسبة لسير العلاقات السورية، باعتبار كما ذكرت هي علاقات استراتيجية. منذ ساعات الصباح هذا اليوم توافد عدد كبير جدا من الوزراء، تقريبا أكثر من نصف أعضاء الحكومة السورية توجه اليوم إلى مقر السفارة الإيرانية في دمشق وقدموا واجب العزاء. أيضا كان لوزير الدفاع السوري أول الواصلين إلى السفارة وسجل في سجل التعازي. أيضا هناك كان من المشاركين المستشارة السياسية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، ونظر لما تمتع من علاقات مع الأوساط السياسية الإيرانية. أيضا في ساعات المساء وصل رئيس مجلس الشعب السوري إلى مقر السفارة الإيرانية في دمشق وسجل كلمة في سجل التعازي. إذن تقريبا على المستوى الرسمي أكثر من نصف أعضاء الحكومة السورية شاركوا اليوم في المراسم أو مجلس العزاء الذي أقامته السفارة الإيرانية، لكن ربما في يوم غدا سيصل رئيس الحكومة السورية ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السفارة الإيرانية في دمشق. في عموم شوارع العاصمة دمشق هناك عشرات اللافتات التي نشرت صور للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكتبت تحت هذه الصور الصديق الوفي لسوريا وللشعب السوري. وأيضا خلال السنوات الماضية كان الدور للرئيس الإيراني، وأيضا نشير أنه زار دمشق تقريبا قبل حوالي عام وشهر، أيضا يعني تقريبا بمطلع شهر نيسان الماضي 2023، وكان هناك توقيع عدد من الاتفاقيات في خلال الزيارة وتقديم الدعم الكبير للحكومة السورية، وخصوصا في موضوع المحروقات التي تعاني منها سوريا أشد المعاناة. وأيضا كان له دور كبير في تقديم المساعدات خلال فترة الزلزال التي ضربت سوريا في شهر شباط من العام الماضي. أما بالنسبة لوزير الخارجية كما ذكرت، هو يتمتع بعلاقات مميزة مع الأوساط السياسية، نظرا لما كان له يشغله العديد من المناصب قبل شغل منصب وزير الخارجية. يوم غدا بحسب مصادر في السفارة الإيرانية سيكون الفصائل الفلسطينية وفود تصل إلى السفارة الإيرانية لتقديم واجب التعازي. نعم عمر، أشكرك شكرا جزيلا خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق وكذلك